يا مكاوي، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا وحدي. أول مرة في راس محمد مش كده؟ أول مرة في الجزء ده خالص. أيوه طبعا. في سينا كلها؟ في سينا كلها أول مرة. ما كانش ليك ولا أي تجربة استجمام هنا خالص؟ آخري يعني شرم الشيخ كده، لكن بقى سينا ودهب وراس محمد والحتة دي كلها أول مرة في حياتي. إيه المختلف المرة دي عن المرات اللي فاتت؟ هقول لك على حاجة. أنا لما قفزت يعني وأنا جاي النهاردة أصور، أنا عامل 50 قفزة، فانا قلت النهارده يعني هتبقى ايه الفرق بينها وبين اللي فات ومش عارف ايه. اكتشفت ان لا، في فرق يعني فعلا، كل قفزه ليها قصتها. وبعد كده اجمد حاجه بقى الفيو. ايه اللي فوق اللي انا شفته ده؟ المايه عامله زي الازاز، ازاز الواح، ازاز بجد. لو انت لو قربت هتشوف نفسك فيها، منظر تحفه وبجد الفيو حلو قوي. يعني انا ما شفتش المنظر ده في حياتي. انا سافرت بلاد كتير قوي وما شفتش منظر حلو كده في اي حته في العالم، سبحان الله. يعني قبل ما نكمل كلامنا عايزين نسمع الفويس نوت اللي سجلتها قبل ما تطلع الطياره، نشوف بقى المغامر كان موجود ولا دلوقتي ظهر فجاه على الارض. اوكي. انت بتقفز يعني كتير يعني؟ انا متحمس اكتر من انا هقفز. انا متحمس ان انا هقفز فوق راس محمد، واللي انا هشوف الجزء ده عامه من مصر. يعني ان انا بقالي 10 سنين نفسي اعدي شرم الشيخ، نفسي اروح دهب وسينا وراس محمد وسيوه والحتت دي كلها وما رحتهاش. فانا متحمس ان انا مش هروحها زي الناس عادي بالعربيه او كده يعني على الارض، لا انا هنزل عليها من السماء يعني. فدي اكتر حاجه مخليني متحمس. لكن القفز يعني احنا بنقفز، يلا ما تخافش يلا حبيبي. شفت بقى انا بقول له حبيبي وبكلم صاحبي، بكلم نفسي بقول له اقفز يلا ما تخافش. المحميه هنا فيها انواع من النباتات النادره وكمان الحيوانات النادره. انت لو في حيوان نادر عايز تقتنيه هيكون ايه؟ مش عارف. تمساح صغير وتعبان كبير. انت ما بتحب الافتراس ولا ايه؟ بحب الحاجات اللي الناس ما ينفعش تقتنيها. ما انت ما ينفعش يبقى عندك تمساح، ما ينفعش يبقى عندك تعبان. طيب مكاوي، انت شرفتنا النهارده ونورتنا في محميه راس محمد وانبسطنا بيك، ويا رب تكون انبسطت بمغامرتنا. وفي آخر حوارنا عايزينك تاخد سيلفي مع جزيرة المنجروف وكمان البحيرة المسحورة وراك. أنا اتبسطت جدا بجد، وبجد شكرا ليكوا جدا اللي أنا يعني جبتوني هنا. بس شكرا. طب يلا سيلفي. فيو عسل.